القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا اخواني اليوم ما بعرف بصراحه اذا الصوت ظابط، كل شيء 100% ان شاء الله، بس الممنتج لانه صار عندي ممنتج حاليا. السلام عليكم يا ممنتج سانتا، منتج كويس يا زلمه، منتج بدي اياك تظبط المقاطع كويس، انا ما بطلع. اوكي يا اخوان، طبعا يعني بدنا نبلش هذا المقطع، او مش هذا المقطع، راح نبلش يا اخوان سلسله مقاطع داخل قنواتنا ان شاء الله على اليوتيوب. ان شاء الله يا اخوان راح نبلش سلسله الفيس كام على جميع قنواتنا ان شاء الله، القناه الاولى والقناه الثانية. طبعا انا بعرف انه في كثير ناس منكم لسه لحد الان مش مشتركين اصلا بالقناة الاولى. لا انتوا هسه بتشوفوا المقطع هذا بالقناة الاولى، القناة الاولى وين؟ انا قصدي انه بالقناة الثانية. شوي خليني ابعد عن المايك عشان ما اكسرهوش. انا قصدي انكم لحد الان مش مشتركين، اللي هو قناتي الثانية اللي طالعة قدامكم الان على الشاشة، قناتي الثانية. طبعا يا اخوان كالعادة لازم هذا المقطع يوصل. هالمرة انا كنت اطلب منكم 50,000 لايك، 60,000 لايك. بتحداكم اذا بتوصلوا هذا المقطع 150,000 لايك كل يوم مقطع فيس كام. مش كل يوم، انه يعني عشان هالمتعبات يا اخوان المقاطع، عرفتوا بالبدايه يعني المقاطع الفيس كام راح تكون متعبه كثير بالنسبه لي، يعني بالنسبه للممنتج اللي حاليا قاعد يمنتج. انت شو بتساوي؟ مش فاهم. بوعدكم يا اخوان اذا هذا المقطع وصل ل 150,000 لايك، المقاطع الفيس كام راح تكون على هذه القناه وعلى القنوات الثانيه. ليش زين بتقول القنوات الثانيه؟ لانه راح افتح قناه ان شاء الله راح اعمل فيها جلد بالناس. خلاص ما دام يعني حاليا انا قاعد لحالي، حاليا يا اخوان انا قاعد لحالي عرفتوا، فراح نبلش نجلد بالناس. بصراحه مش الناس اللي بفري فاير هذا ما بدنا يا اخوان، نجلد الناس اللي طالعين ساعة ترندات بالتيك توك، وانتم عارفين منهم هذول الناس. فبصراحه حابب اني افتح قناه كمان هيك يعني برانيه شوي عن فري فاير وابلش بهذول الناس. وانتوا عارفين لما ابلش بهذول الناس شو راح اسوي؟ طبعا يا اخوان بصراحه لانه هذا اول مقطع انزل فيه فيس كام، فبصراحه في كثير ناس منكم كتبوا لي اسئله على المنتدى اللي انا نزلته داخل القناه. ان شاء الله راح احاول اني اجاوب على اكبر عدد ممكن من هاي الاسئله. يعني مثلا في عندنا اول سؤال اللي هو هل بتعيش لوحدك او مع عائلتك؟ طبعا هذا السؤال مش عارف انت ليش بتسالني، يعني مستحيل يعني يوتيوبر انه يعيش حاليا مع عائلته، لانه بصراحه يا اخوان اول شيء لازم يكون في عندك هدوء عشان تعرف انك تسجل مقاطع وترتاح فيهم. ما اكونش يعني ما اكذبش عليكم، بصراحة يعني بالاول كنت عايش مع اهلي بنص الازعاج، بنص كل اشي، بس كنت اصور المقاطع يعني بنص فترة هدوء، عرفت كيف يعني؟ فحاليا يا اخوان بصراحة يعني انا عايش اكيد لحالي، مستحيل يعني بصراحة اني اقعد وسط عائلتي. شوف يعني هم عائلتي ساكنين تحتي، يعني انا ساكن بطابق ثاني فوق لحالي، عرفتوا؟ فلازم حاليا كل يوتيوبر يكون عنده هدوء عشان ياخذ راحته شوي بتصوير المقاطع ويطلع جودة مقاطع او كواليتي عالية. طيب حاليا ننتقل للسؤال اللي بعده من اسمعكم صعب على اليوتيوب، سموا حالكم بشير احمد علي، واحد مسمي لي حاله سفاح الجلادين، شو اللي سفاح الجلادين؟ طيب هذا السؤال، هل عندك صور وانت صغير؟ شو السؤال هذا؟ شو بدك بصوري وانت صغير؟ طيب على العموم يا اخوان انا راح احط لكم حاليا صوره واحده بس وانا صغير، مش ايوه هسه الكل بخذها وانشر على تيك توك وشوفوا زين كيف كان وشوفوا زين كيف راح يصير. السؤال الثاني اللي هو مين شجعك على لعبه فري فاير؟ اوكي بصراحه يا اخوان اللي شجعني على لعبه فري فاير بصراحه ما حد شجعني، عرفتوا؟ لانه بيوم من الايام كنت قاعد انا واصحابي وشفتهم بيلعبوا هاي اللعبه، فيعني شفتهم مستمتعين بهاي اللعبه فحبيت اني انزلها وصارت صدفه وصرت من احسن اليوتيوبر اللي بلعبه فري فاير. كم عمرك الان وما هو اسمك الحقيقي؟ طيب بالنسبه لعمري يا اخوان، عمري هو 27 سنه بصراحه، وكمان طالع على 28 سنه، بعرف انه مش مبين علي، مبين علي شاب عمره 22 سنه وقهر قلوب الفتيات حركات ولهسه مش متجوز. ما هو اسمك الحقيقي؟ اسمي الحقيقي اللي هو زين، بس كنت انزل اوقات مقاطع شورت اضحك عليكم فيها، طبعا اسف حقكم علي. يعني اسمي الحقيقي زين، يعني وعلى اليوتيوب اسمي زين، يعني ما في اسم مستعار، يعني شو بده يطلع اسم مستعار؟ اعقل. هل ستكمل سلسله حقير وفقير؟ وهل سياتي حقير؟ من حقير؟ اتوقع يا اخوان انه دراجونوف كان راح يصور معانا، بس مستحيل انه نخليه يعني يسمي حاله حقير، مستحيل يعني. شوفوا احنا كنا مخططين انه يصور معانا بهذه السلسله ونسميه مثلا فعير، فعير ايش هاي؟ خطير مش تعير. السؤال اللي بعده، لماذا لا تظهر وجهك في الفيديوهات؟ يا قلبي انت شو شايف من هي ظاهر وجه؟ انت قصدك عن الماضي يا اخوان. بصراحه يعني عشان ال فهمي. ما هو سلاحك المفضل في فري فاير؟ شوت جان ابو طلقتين، حط لي اياه بين ايدي. مع اني قليل ما بلعب فيه، بس بالرومات بعشق هذا السلاح. تمام اللي بعده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي، اهلا. سالني سؤال اللي هو هل راح تنزل على العقبه مع عبود ومهند؟ قلب ليش هم نازلين على العقبه؟ ثواني بدي ارن عليهم بدي احكي معهم. الو انتوا وين؟ شو
بالعقبة؟ ثواني هاي جاية. هل راح تصور لنا فيديو لما تروح؟ قلبي أنا لسه ما طلعت، أنا لسه قاعد بصور بهذا المقطع، شكلي بس بعد ما أصور هذا المقطع راح أختفي مرة واحدة وراح أطلع معهم إذا هم طالعين أصلا. حبيت أطلع بالفيديو وأنا كمان حبيت. طيب اللي بعده اللي كاتب لنا أول بداية إلك في القناة يا زين، توقعت إنك توصل للي وصلت اليوم بصراحة نعم. وأنا بتذكر إنه ثاني مقطع بالقناة ذكرتكم أو قلت لكم إنه إن شاء الله أنا هدفي مش 100,000 مشترك، هدفي إن شاء الله إني أوصل مليون. طبعا أنا الحمد لله بفضل من الله تعديت المليون. صحيح في شغلة لليوم أنا ما فرجيتكم إياها صح؟ ثواني بس. طبعا هذا الدرع يا اخوان اللي هو درع ال 100,000، اول ما وصلت لل 100,000 سميته اساطير زين. اتوقع انه هذا الدرع طلع معي بيوم من الايام وبمقطع من المقاطع زمان. ولكن السؤال زين وين درع المليون؟ درع المليون مشترك. بعدين طلعوا يا اخوان شو كاتب عليه. كتفي ما شاء الله بيستحمل ثقيل. كاتب عليه الزين مع اشارة النار هاي، يعني شوفوا ما احلى بصراحة يا اخوان، كثير منظره حلو. ان شاء الله بس يكون طالع الكاميرا، راح ارجع هيك لورا شوي عشان تشوفوه. فدرع المليون يا اخوان الحمد لله وصلني، بس بدي منكم طلب. ليش يا اخوان ما بتشتركوا بقناتي الثانية؟ الكل يا اخوان يشترك بقناتي الثانية. اخوان اشتركوا بقناتي الثانية لانه بصراحة ناويين انه نوصلها للمليون مشترك. الرابط راح تلاقوه اسفل في صندوق الوصف. بالله عليك يا عزيز المشاهد اشترك فيها شو بتخسر. زين متى بجهز السيت اب؟ شوفوا بصراحة السيت اب يا اخوان لحد الان مش جاهز، عرفتوا؟ انا حبيت اني اطلع بهذا المقطع فيس كام، ولكن بصراحة السيت اب مش جاهز. ويعني احكي لكم شغلة كمان تسريبات، انا حاليا يا اخوان عندي فقط شاشة واحدة بمنتج وبشتغل عليها وبلعب عليها بنفس الوقت، وحاليا كمان راح اعمل كثير تبديلات بالسيت اب. اولها الاضاءة، ما فيش فلوس يعني اني اجيب اضاءة قوية، ولكن ان شاء الله بالايام القادمة راح اعمل كثير شغلات وراح اصدمكم فيها بنفس الوقت. طبعا السؤال اللي بعده نفس السؤال الاول تقريبا، ما هي مواصفات البي سي؟ اوكي اكون صريح معاكم يا اخوان، انا ما بعرف كثير بمواصفات البي سيات عرفتوا، ولكن اللي بعرفه انه البي سي اللي عندي الكرت تبع الشاشة اللي هو 3070 كور i5. المهم يا اخوان البي سي اللي عندي يعني قوي نوعا ما، هو يعني قوي بيستحمل كل شيء الحمد لله لحد الان، ولكن اللي قدام ان شاء الله راح نطوره راح نفجره مش بس نطوره. وفي شغله كمان يا اخوان اللي هو المايك اللي حاليا انا قاعد اسجل فيه، بصراحه ما كنت استخدمه زمان، فالمايك حاليا انا بستخدمه هذا اللي هو الهايبر اكس، مش اقوى مايك بالسوق، ولكن ان شاء الله راح يكون قريبا من اقوى المايكات اللي راح اشتريها وراح احطها عندي هان بالاستديو. المايك هايبر اكس انت راح نكبك بصراحه، راح اخليك فقط للبثوث المباشره. وفي شغله كمان يا اخوان انتم ما بتعرفوها اللي هو صوت الكيبورد اللي عندي. صوت الكيبورد يا اخوان اللي عندي بصراحة صوته كثير عالي، راح يزعجكم شوي بالمقاطع قريبا، راح احاول قدر الامكان اني اخفف صوته قبل ما اجيب كمان كيبورد ثاني، تمام؟ في كثير شغلات يا اخوان بصراحة يعني كل السيت اب بدي اغيره عندي لاني ما عرفتش انقي الشغلة المضبوطة من البداية. السؤال اللي بعده بحكي لنا هل انت متزوج؟ لا. وعندك كم سنة؟ انا عندي 27 سنة يا اسطى. وايش بتشتغل؟ بشتغل باليوتيوب. غير اليوتيوب ما بشتغلش شيء، بشتغل بالناس، بشتغل فيكم هي. وايش هي شهادتك الجامعية؟ هو لما اوصل جامعة يا اخوان اول شيء. وهل انت تسكن لوحدك ام لا؟ لا. نعم يعني هسه حاليا يا اخوان انا بسكن لحالي طبعا، يعني ما فيش عندي حدا. وعندك اخوات؟ اخوات اللي هو اخوان قصده، طبعا عندي اخوي الكبير، اخوي اصغر مني، انا تقريبا الوسطاني. السؤال اللي بعده اللي هي ايش هي اهدافك القادمه؟ بصراحه يا اخوان اهدافي القادمه اللي هي اول هدف ان شاء الله بقناتنا الحاليه انه نوصلها لل 2 مليون مشترك، لل 2 مليون مشترك، تمام؟ 2 مليون. الهدف الثاني يا اخوان اللي هو لازم نوصل القناه الثانيه للمليون مشترك، وركزوا على كلمه القناه الثانيه لاني هاي ثالث مرة اذكر انه لازم نوصل القناة الثانية يا اخوان للمليون مشترك، فبمون عليكم الكل يا اخوان يروح يشترك فيها. وشغلة ثانية يا اخوان شاهدوا المقاطع اللي بنزلها كمان بقناتي الثانية لانه راح اصدمكم بالمحتوى الجبار اللي راح ينزل قريبا. السؤال اللي بعده متى راح تدخل الشراكة؟ شوفوا احنا حاليا داخلين الشراكة يا اخوان، ولكن بمرحلة التست زي ما بقولوا انه الشركة مثلا بتعمل لنا اختبار لمدة شهر كامل، فبعد الشهر هذا ان شاء الله اول اشي راح توصلني جواهر على اللعبة عشان اصور فيها محتوى او اني اعطيكم هدايا من خلال هذه الجواهر، وبعديها راح يوصلني اكيد اللوجو والبانر، وبعديها طبعا اكيد راح توصلني الاكواد اللي راح اوزعها على حساب الانستغرام، واذا لحد الان مش مشترك بحساب الانستغرام انزل راح تلاقي الرابط تحت في صندوق الوصف. وايش هو اكثر سلاح بتحبه؟ حكيت لكم يا اخوان الشوتجن. ايوه شوتجن طلقتين مبين ولا لا؟ حاليا اوه ماي جاد في سؤال اللي هو مين اكثر يوتيوبر بتكرهه؟ يا اخوان انتوا جايين تسووا لي مشاكل، لسه انا حاليا يا اخوان طالع باول مقطع، لا تسووا لي مشاكل زي هيك يا اخوان. انا ليش بتسووا لي مشاكل ليه؟ متى بيكمل السيت اب؟ وهل راح تعمل التحدي وتحلق شعرك صفر؟ طيب او
اوه قاعد هذا السؤال مش طبيعي. هسه شوفوا بصراحه متى راح يكمل السيت اب؟ بصراحه يا اخوان بده شهرين 3 أشهر ان شاء الله، وراح اكون مشتري كل المعدات الجديده. تمام، اذا دعمتوني يعني وكان دعمكم كثير قوي بصراحه يعني راح ياخذ منا وقت قليل، لانه كل ما زادت المشاهدات كل ما ان شاء الله زاد الربح باليوتيوب، وان شاء الله انه نقدر نشتري احسن المعدات ونظبط فيها السيت اب. وحتى كمان يعني ناوي اني اضبط الرفوف والشغلات اللي وراي، ما بعرف اذا مبينات بالكاميرا ولا لا، ولكن ناوي اني اضبط شغلات كثير كمان بالسيت اب، مش بس يعني بالاضاءه وبالمايك وبالبي سي، لا كل السيت اب بشكل عام. وبالنسبه اللي هو متى راح تحلق شعرك صفر، اوكي يا اخوان بصراحه المفروض انه لما هذا المقطع يتصور المفروض انه دراجونوف واوف منك يكونوا متواجدين معي بنفس الغرفه الان، فهم حاليا مش موجودين. اوكي بتستنوا انتوا انه يكونوا موجودين، اوه يلا مره واحده ويطلع على الكاميرا، مش راح يطلعوا مش راح يطلعوا يا اخوان، لانه بصراحه هم كمان مشغولين ومسافه بعيده انهم بدهم يجوا، يعني من بيوتهم عندي مسافه كثير بعيده بصراحه. ولكن بوعدكم اذا هذا المقطع يا اخوان وصل 150 الف لايك راح اعمل اشي يصدمكم كلياتكم، وهو انه انا راح اروح بنفسي عندهم وراح اقتحم السيت اب تبعهم وافجرهم. طيب السؤال اللي بعده اللي هو اول اشي، انا ما عندي سؤال. طب ليش تكتب ما عندك سؤال لوش؟ حبيت اقول لك انك انت شخص ناجح ومحبوب، الله يوفقك يا بعد قلبي. طبعا يا اخوان بصراحه هذه التعليقات اللي انا اكثر اشي حاليا بهاي الفتره محتاجها، لانه يا اخوان حاليا انا بمر بمرحله اللي هي فقدان الشغف او فقدان كل اشي انا بحبه، انه قاعد اعمل شغلات مثل التصوير، المونتاج، انزل لكم مقاطع بكثره على اليوتيوب. ف طلب كمان ثاني انه كثروا لي من هاي التعليقات، لانه بصراحه بتحفزني اني اعمل اكثر مقاطع على اليوتيوب. ايش معاناتك في بدايتك بالقناه؟ اوكي هذا السؤال مبدئيا حلو كثير. طبعا يا اخوان بالبدايه بدي احكي لكم شغله، واللي هي اكبر معاناتي اللي هو هذا الجهاز اللي انتم شايفينه قدامكم على الشاشه، وبدي اصدمكم انه انا لليوم لهاي الفتره وانا يا اخوان قاعد استخدم هذا الجهاز اللي انتم شايفينه قدامكم على الشاشه وبمنتج فيه المقاطع اللي بتنزل على اليوتيوب، تخيلوا. صحيح انه اغلب المقاطع كنت اصورها على البي سي، ولكن المونتاج بشكل عام كان كلياته فقط على هذا الجهاز، وتقريبا يا اخوان وصلت وانا بمنتج فقط على الهاتف 1,600,000 مشترك، ومش بس هيك حتى كمان قناتي الثانيه وصلتها ل 350,000 مشترك فقط بهذا الجهاز. انتوا عارفين شو الانجاز اللي انا يا اخوان عامله فقط بهذا الجهاز؟ يمكن لحد الان انتوا ما راح تصدقوا نهائيا، من خلال تطبيق الكين ماستر قدرت اني اوصل قناتي لل 1,600,000 مشترك، انجاز بصراحه. ليش ما بتحب تلعب مع المتابعين؟ اي صانع محتوى يا اخوان بصراحه ما في عنده الوقت الكافي انه يدخل يلعب مع المتابعين، لانه ما شاء الله يا اخوان انتم كثار، يعني اذا بدي العب مع واحد ولا اثنين ولا ثلاث باليوم كل واحد فيكم راح ياخذ معي يعني نص ساعه ساعه، فبحاول يعني. شوفوا انا اوقات مثلا بدخل وبلعب مع المتابعين ولكن مش دائما، يعني مثلا بالاسبوع مره واحده. تمام، لانه اصلا يا اخوان انا كيوتيوبر بشكل عام بدخل على اللعبه يمكن فقط بالاوقات اللي انا بصور فيها مقاطع، فما بيكون عندي الوقت الكافي يا اخوان عشان بصراحه اني ارد مثلا على تعليقات المتابعين على انستغرام او ارد عليهم مثلا على اليوتيوب، او بصراحه اني العب معهم بشتى الطرق. السؤال التالي اللي هو ليش ما بترد على المتابعين على الانستغرام؟ جماعه شو مالكم؟ واحد والله انتم شو بدكم تدقوا فيا؟ خلاص يا اخوان انتم يا اخواني كثير ما شاء الله عليه، انتم جبارين. اوكي في سؤال بصراحه شكلي مش راح اجاوب عليه، اللي هو مين بتحب اكثر، دراجونوف ولا عبود اوف منك؟ وبصراحه هذا السؤال كثير تكرر بين الاسئله. اوكي يا اخوان بصراحه راح اختصر الموضوع عليكم، دراجونوف انا بحبك وعبود اوف منك انا بعشقك. مين افضل يوتيوبر بتاريخ فري فاير؟ انا. السؤال اللي بعده، متى راح تتزوج؟ ان شاء الله بس نلاقي بنت الحلال. وينك يا بنت الحلال؟ تعالي بنستنى فيكي، صار لنا وقت طويل بنستنى ببعض، تعالي يا بنت الحلال. طيب السؤال اللي بعده، مره في واحده حامل بلعت عليك البيبي لزق قلبي، انت بتسال هل بتعرف تتكلم عراقي ولا لا؟ خوش اخويا. اي طبعا، اي مش كثير بصراحه يا اخوان، لانه بصراحه انا حاليا عايش بالاردن، صحيح انه جنسيتي الاصليه عراقي، ولكن لا تنسوا انه انا انولدت هون او هنا في الاردن، لذلك يا اخوان بعرف اني احكي عراقي، اعرف اني احكي عراقي اخويا، ولكن مو وايد، مو كلش اعرف احكي عراقي يعني. عراقيين اخواني انتم فاهمين يعني. اللي بعده، زين رن على دراجونوف احكي له اخوي الصغير بيسلم عليك، اتمنى ترد علي. ثواني يا اخوان. الو ايش يا دراجونوف شو بتعمل؟ شو كيف الحال يا كبير؟ اسمع بقول لك عبود كينج على اليوتيوب انه اخوي الصغير بيسلم عليك. ها سكر بوجهك، الحماس مليون. اوه واو
واخيرا راح نشوفك فيس كام. واو واو، شو راح يكون شعورك اذا راح تدخل الشراكه؟ راح تتغير ولا لا؟ اه طبعا يا قلبي، راح اتحول لتمساح، لبطريق، راح اتحول لدب قطبي. ليش راح اتحول يعني؟ وفي حد داخل الشراكه حاليا متحول ولا ايش؟ كم كلفك السيت اب الجديد؟ مستحيل احكي هيك رقم، لانه بصراحه يا اخوان الرقم جدا كبير، لانه حاليا يا اخوان انا مش بست اب، يعني اني حصلت على غرفه جاهزه، مش انا بنيت بيت جاهز من الاخر. عندكم يا اخوان يعني بسببكم انتم، يعني بفضل الله ثم بفضلكم انتم يا اخوان، انا حاليا عندي بيت كامل، ومن ضمن البيت انا عندي غرفه خاصه اللي هي الست اب. فاعتقد انه لهذا السبب انا تاخرت كثير عشان انزل فيس كام، اللي هو فلوس الست اب. السؤال اللي بعده اللي هو هل انت بشري؟ قلبي انت شو شايف وجهي؟ شايفني ما قبل شوي بتشوفوني تمساح، هسه قبل شوي واحد بحكي لي راح تتحول ولا لا، وهسه بتقول لي انت بشري ولا لا. جايز وات ار يو سي؟ ما سبب تاخرك لدخول الشراكه؟ اوكي، لانه حاليا احنا دخلنا الشراكه، ولكن في معنا شهر كامل اللي هو تيست لدخول الشراكه. فاذا عدينا هذا الشهر وقتها بتوصل الاكواد وبنصير داخلين شراكة، وراح انزل اكيد مقطع عن هذا الموضوع. اوكي ركزوا، لانه حاليا في سؤال عن جد بصراحة عجبني، وركزوا باجابته تمام. يا زين، هل سيكون محتوى اخر في قناة اخرى عن العاب اخرى ام فري فاير فقط؟ لا، ما في فري فاير فقط، لانه قلت لكم قبل شوي اني راح افتح قناة ثانية، ممكن اني افتح قناة ثالثة جيمنج، وممكن اني افتح قناة رابعة اللي هو ردة فعل على الجرائم اللي بتصير حاليا بالتيك توك. انا ليش بسميها جرائم؟ لانه الناس يا اخوان متطورة بطريقة جنونة كثير حاليا. انا بشوف ناس اغبياء داخل التيك توك، فبصراحة راح اعمل قناة كاملة. شوفوا قد ما بقول كلمة كثير، قد ما انه انا متشوق اني اعمل هاي القناة الجديدة، عرفتوا؟ السؤال اللي بعد اللي هو كيف اشرب الماء؟ ايش اسوي فيه؟ يا اخي انت مش بس بلوك، انت حاضر بلاغ لازم. هلا عن جد انت عراقي ولا لا؟ يا قلبي هو يا اخويا، اقول لك اني عراقي بعد قلبي، شلونك اخويا؟ نخابرك نخابرك. طبعا يا اخوان انا عراقي طبعا الحمد لله، وبفتخر بجنسيتي انه انا عراقي، وكثير بحكي لكم انه انا عراقي، ولكن بحكي بطريقه اردنيه لانه حاليا انا مقيم في الاردن، او مش فقط مقيم بالاردن، انا يا اخوان انولدت هون في الاردن، ولدت بين اهلي وناسي بالاردن اللي هم خوالي اهل امي، عرفتوا؟ امي اردنيه. شو هدفك بعد ما فتحت فيس كام؟ الهدف انه كل المقاطع راح تكون حاليا مبدئيا فيس كام، والهدف الثاني انه راح تكون هناك كواليتي عاليه جدا 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 بمقاطع يا اخوان، من مونتاج، من صور مصغره، حتى كمان من جوده المقاطع او حتى افكار. والخمسه المحتوى الترفيهي اللي انتم راح تنبسطوا فيه ان شاء الله، مثل ما انتم منبسطين بهذا المقطع انا متاكد. السؤال اللي بعده، شو اسم سنابك؟ اوه يا حلو، ريما. اوه هي ريما، خلينا نرد عليها على السريع. ريما كيف اعطيها اسم سنابي؟ خلص باخر المقطع بعطيكم كلياتكم اسم سنابي. اه بس ريما انت خصوصا بس اكتبي لي شو اسم سنابك تحت بالتعليقات عشان اعطيك بلوك. أوه. عمرك فعلت هاكر؟ طبعا انا اكثر انسان فعلت هاكر تاريخي يا اخوان. تخيلوا اني قدرت اهكر قلوب 1,600,000 مشترك. اوووو، هكرت قلوبكم كلياتكم ولا لا؟ السبايدر مان. السؤال اللي بعده اللي هو هل انت مسلم؟ طبعا يا اخوان الحمد لله، وكل واحد بيفتخر بديانته. الحمد لله انا يا اخوان من ضمن المسلمين، مسلم يعني. انا يا اخوان من ضمن المسلمين، مسلم يعني. اوكي بصراحة يعني طولنا كثير بهذا المقطع، فما بدنا نطور اكثر من هيك. تصوير المقطع ما شاء الله قدامي 32 دقيقة، المقطع كثير طول بصراحة، ولكن في شغلة حابب اني افرجيكم اياها. بقدر يا اخوان اني اغير الالوان الخلفية اللي وراي، بس يمكن خربان من شكلي بالكاميرا، بس لقدام ان شاء الله رح نعمل محتوى رح اصدمكم فيه بالشغلات اللي انا حاليا عاملها بالست اب تمام. اوبا، تخيلوا انه انتم لحد الان مش ماخذين فكره انه المقطع الثاني اللي رح ينزل على القناه الثانيه ايضا فيس كام. وانا حاليا يا عزيزي المتابع بنصحك انك تروح على القناه الثانيه الان تشترك فيها وتشوف المقطع اللي رح يطلع امامك على الشاشه حاليا تمام. رح يكون في عندنا مقطع جديد بفكره جديده ايضا رح ينزل على القناه الثانيه، ورح احاول قدر المستطاع انا والممنتج اللي بيشتغل معي انه كل يوم ننزل مقطعين على القنوات الثنتين، وكل ما دعمتوني بزياده كل ما تطورت انا بزياده، فدعمكم هو اساس النجاح بالنسبه لي. الى هنا يا اساطير بنكون وصلنا لنهايه هذا المقطع الاسطوري، بتمنى انه هذا المقطع يكون عن جد نال اعجابكم، وانتظروني بكل المقاطع اللي راح نعملها داخل هذه القناه راح تكون فيس كام. شوفوا بالبدايه انا متوتر اكيد لانه هذا اول مقطع راح اهتم فيه كثير الصراحه، ولكن بوعدكم انه مع الايام الجايه راح يكون في عندنا محتوى عن جد راح يصدمكم، راح يكون المحتوى جبار. كل واحد يا اخوان ما
مع الوقت الا ما يتعود شوي على المحتوى الجديد اللي هو قاعد بيقدمه، فان شاء الله اني راح اتعود. وفي النهايه ودمتم في رعايه الله. السبايدر مان خرا